أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ولقاء جديد وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. طبقنا اليوم طبق لذيذ جدا وأساسي في كل طبخة بنعملها يوميا. هنعمل طبق رز، مجرد رز سادة. أنا ما هعمل شيء زيادة، بس بدنا نعرفكم على تكنيك وأسلوب التمتع بطعم رز رائع جدا. نشوف أعزائي المشاهدين خطوتنا الأولى. خطوتنا الأولى أني أغسل الرز كويس جدا وأنقعه لحوالي على الأقل 30 دقيقة. يفضل أني أرش شوية ملح في ماء النقع عشان تبقى حبة الرز متماسكة. بعد ما أنقع الرز بصفيه وبيبقى جاهز عندي للشغل مباشرة. طبعا أنا ما بصفيه إلا وقت اللي بدي أستعمله على طول، خلوا بالكم من هذه الملاحظة. نبتدي نشوف خطوتنا التالية. هحتاج طنجرة أو جدر أو حلة كبيرة زي ما بتحبوا تسموه. هخليها على نار، أقصد أو في الأول أحط مي، يعني حوالي لترين أو ثلاثة من المي، وحخليها على النار تغلي بقوة زي ما أنتوا شايفين عم تغلي غلوة قوية. ببتدي هلأ أضيف شوية ملح وأضيف الكركم في حال زي ما اتفقنا إحنا وناقشنا في الموضوع هذا معاكم، حبيتوا موضوع إضافة الكركم والحصول على لون أصفر بضيف الكركم، ما حبيته حنلغيه خالص تماما. ببتدي هلا بخلي المي تاخذ غلوه قويه بالشكل هذا، بضيف حوالي ملعقه من زيت الذره، ملعقه كبيره من زيت الذره، واخليها استنى لتاخذ هالغلوه ثاني، وابتدي اضيف الرز المسلوق، اقصد المنقوع والمصفى. كله نزل تمام. لاحظوا انه المي بطلت تغلي، بقلب تقليبه خفيفه وبانتظار انها ترجع تغلي مره ثانيه. اثناء ذلك اعزائي المشاهدين بحتاج قطعه من الشاش، او اذا عندكم هاي المصفاي اللطيفه بتبقى كثير لذيذه لتنفيذ هذه الفكره. هحط فيها حبات مثلا الهيل الصحيح، شويه من حبات الفلفل، شويه شومر، شويه كزبره، اي نوع من الاعشاب بتحبوا تستعملوه. نحط برضو قرفة، يبقى كمون، شومر، كزبرة، قرفة، زي ما بتحبوا هالعيدان. هذه واقفلها بالشكل هذا واحطها مع خلطة او مع تشكيل مع المي اللي عم تنغلى. هذه طبعا حتتشرب كليتها الرز، حياخد طعم الأعشاب أو البهارات الصحيحة اللي أنا حطيتها. ليش أنا بعمل هذه الحركة؟ في ناس ما بيحبوا تيجي تحطمهم مثلا شقفة أو حبة الكركم أو الكزبرة أو حبة الهيل أو الفلفل فبتضايقوا، فهيك أنا عم باخد التيست أو الفليفر من البهارات الصحيحة وبحطها عم بتشرب فيها الرز. أعزائي المشاهدين بشيل الكرة أو المصفاي اللي أنا حاطة فيها الأعشاب أو أقصد البهارات الصحيحة، باخد الرز وعلى طول على مصفى وأصفيه مباشرة. فيني أشتغل بنفس الطنجرة اللي أنا عم بشتغل فيها، بس فيها كم حبة رز، خلينا نحط واحدة تانية. نبتدي نسخن. طبعا هون بدي أتحرك بحركة سريعة شوي ونقول السبب ليش بدنا حركة سريعة. الرز عندي أنا لما صفيته بضل فيه هيك شوية من الرطوبة، فما بدي أتأخر عليه، هغطي بالطريقة هاي وأبتدي أعزائي المشاهدين أجهز خطوتي التالية بسرعة. أضفنا شوية زيت، حضيف البصل وأقلب البصل لغاية ما يدبل ويأخذ بق فقط، يعني مش عايزة له درجة اللون الذهبي الغامق أو الفاتح ولا يدبل، بس بدي بس ياخد لون صفر خفيف خالص عشان يبتدي يطلع عندي الطعم الطيب. يعني حوالي دقيقتين فقط من التقليب باستمرار. مجرد باخد هلأ الرز وبشكله بالطريقة هذه فوق البصل، بحاول أوزعه هيك بطريقة كتير لطيفة. لاحظتوا حبة الرز ما شاء الله كيف مقاسها، طبعا هو ما استوى 100%، خلوا بالكم هو رطب على طول، انا اضفته بالشكل هذا. حرش بقية الملح
وأرجع إذا حبينا البهارات الصحيحة بياخذ من طعم الرز، أقصد البهارات الرز بياخذ من طعم البهارات زي ما بدكم. بحاول هلأ بضيف المي الساخن، بحاول هيك أوزع توزيع، خلوا بالكم شوفوا كيف عم بنثوره هيك شوي شوي. وهلأ خطوة الثانية، أوطي النار وأخذ قطعة من ورق المطبخ وأحطها على سطح الرز وأغطي. ما شاء الله، إذا من هلأ الريحة أنا شمها رائعة جدا، ما بالكم لما تيجوا تاكلوا. أعزائي المشاهدين، بسيب الرز على نار واطية خالص تماما حوالي 15 دقيقة، وبعد هيك استمتعوا بطعم رائع جدا جدا. قبل ما أسيبكم تستمتعوا بالطعم بدي أقول ملاحظة كتير مهمة، أنا عم بستعمل قطعة من ورق المطبخ، فأرجوكم تكونوا حريصين لأنه إحنا عم نستعمل هذه وهذا خطر على النار، إذا لا سمح الله لقطة النار بيبقى أو اللهب بيبقى خطر. فأرجو من ست البيت إنك تكوني حريصة جدا إذا عايزة تستعملي هذا التكنيك اللي هي قطعة من الورق، هي بتكتمل البخار ورائعة جدا وبتعطيني نتيجة كتير ممتازة، ولكن تحتاج حرص شديد منكم أثناء استعمالها لطبخ الرز، وأتمنى إنه هالرز يعجبكم.